مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. الفيديو مالت اليوم هو عن تيك توك، تحديدا كيف راح تحذف سجل مشاهدة الفيديوهات اللي شاهدتها في تطبيق تيك توك. حبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو ما مشترك إنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو، وخلي أدخل من داخل تطبيق تيك توك أشرح لكم. في البداية حتى أحذف سجل مشاهدة الفيديوهات اللي شاهدتها راح أدخل على تطبيق تيك توك، وهذا حسابي KJLD 123535. بعدها أدخل على ثلاث أسطر، راح تظهر عندي هذه الصفحة. أدخل على الإعدادات والخصوصية، راح تظهر عندي هذه الصفحة. أنزل في هنا خيار موجود عندنا اسمه مركز الأنشطة. بعد ما تدخل على مركز الأنشطة راح يأخذنا لهذه الصفحة. هذه الصفحة بها أربع خيارات، هنا سجل المشاهدة وسجل نحذف سجل المشاهدة. راح ندخل عليه، راح يأخذني إلى صفحة الفيديوهات اللي أنا شاهدتها كلها. طبعا تقدر تنزل إلى الأسفل. أني شلون أحذف سجل المشاهدة؟ راح أدخل بالأعلى هنا مثل ما تشاهد لقي محدد، وطبعا أنت فيديو فيديو تقدر تحذفه، لكن أحذف الكل راح أكبس على محدد وأختار إذا حبيت أنه فيديو فيديو أو في عندي خيار هنا بالأسفل تحديد كل سجل المشاهدة، وبعدها راح تكبس على حذف، كل شيء راح ينحذف من عندك. هاي الطريقة الوحيدة حتى تحذف فيديو أو فيديوهات في سجل المشاهدة. نقطة واحدة حاب أقولها قبل ما أنهي الفيديو، لو دخلنا على ثلاث أسطر راح يظهر عندي مركز المبدعين. مركز المبدعين راح يأخذني إلى برنامج الإبداع التجريبي، هذا هو عبارة عن أرباح بالنسبة للمشاهدات. أنا نزلتها وكثير أسئلة تجيني عليها، لكن للأسف هذه موجودة بأربع أو خمس دول، احتمال زادت. إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة راح أنزلكم عن الدول اللي جديدة اللي نزلت، أو أنه بقت نفس الدول على أساس أنه تغطي العالم كله. وإشي ثاني بالنسبة للترويج، أنا روجت بالنسبة إلى كيف راح تروج في تطبيق تيك توك مجانا. هذا الفيديو اللي تشاهدوه قدامكم يوم أمس ظهرت النتائج، إن شاء الله أيضا بكرة أقولكم كم متابع يجيك مقابل ترويج كل مرة بخمسة دولار، وكم راح تدفع المبلغ. تحياتي لكم، شاهدوا قناتي وأكون جدا شاكر، ومع ألف سلامة.